واحد بيقول ما تفسير الآية لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة وما علاقتها بالمشاريع التي ملأت الأبروشيات؟ هو في مشاريع تجارة في الأبروشيات؟ شوف يا ابني، كلمة تجارة عايزة تتفهم فهم السليم، وكلمة بيت أبي تتفهم فهم السليم. يعني إيه؟ يعني مثلا الكنيسة بتعمل مشروع لفائدة الشعب يبقى رخيص ونظيف ومضمون، مش مقصود به التجارة، إنما مقصود به تبسيط الأسعار للناس وإيجاد عمل للي بيشتغلوا فيه. كمان بيت أبي مقصود به جوه الكنيسة، فجوه الكنيسة ما يصحش الناس يبيعوا ويشتروا، لكن المشروعات اللي في الأبروشيات بتكون خارج الكنيسة، ما بتكونش جوه الكنيسة، فما تطبقش دي على دي. ما فيش حد بيعمل مشروع بيع وشراء جوه الكنيسة أبدا، ولو كان فيه كده احنا نمنعه. لكن جايز يكون في بيت ملحق بالكنيسة، في صالة، في قاعة، في أي حاجة، لكن مش في مكان مقدس، لأنه هو بيقول بيتي بيت الصلاة يدعى. فطبعا لما الكنيسة بتعمل مشروع وبيباع ما بيكونش في بيت الصلاة اللي هو مقصود بيت أبي، مش ممكن، بيكون في قاعة، في أي مكان، في بيت خدمات، في أي حاجة. تاخدش الأمر في تدقيق كده وتتعب منه.